السلام عليكم. السلام. أنا اسمي حياة تامرة، وأدرس اللغة العربية في دبي. في هذه الرأية أشعر بأن الأفكار الخاطئة عن المغرب تنتشر في البلدان بسبب الكثير من الحوادث الخطيرة في الدول الإسلامية بالأخص في الشرق الأوسط. ولذلك سألت أصدقائي عن صورة المغرب. كانت هناك أجوبة كثيرة، معظم الأجوبة كان عن السياحة مثل مراكش، شفشاون، المدينة الزرقاء، والمأكولات الطاجين. وبالنسبة للطالبة اسمحوا الأجوبة حول مواد للتجميل والمنتجات التقليدية، من بينها زيت أرغام والغسول. كما كان سرعان طبيعية كالصحراء. كل هذه الصورة يحملها كثير من السياح اليابانيين عن المغرب. ما رأيكم في هذه الأجوبة؟ بنظري هذه الأجوبة ليست خاطئة، لأن السياحة مهمة في المغرب، ولكن في نفس الوقت أظن أنه لا يجب التوقف عند هذه الصور فقط. مثلا كثير من الشواطئ جميلة، و أثاث الثلوج في بعض المناطق، وتطور العديد من المدن، العديد من المدن مع الحفاظ على المدن العتيقة. لكن كانت هناك الأجوبة مختلفة عن الذي ذكرتها من قبل، مثل لا أعرف كثيرا عن المغرب، وأين في المغرب، وخادم مخيف، وإلى آخره. يسكي هذا، ولكنها أجوبة طبيعية، ربما بسبب بعد المغرب عن اليابان، فعلاقة البلدين محدودة مقارنة بالعلاقات الأخرى. أظن أن هناك العديد من الطرق لتقوية العلاقة بين البلدين، كالدبلوماسية وأنشطة التعاون. وأعتقد أيضا أن نحن طلاب اليابانيين الذين يدرسون في المغرب وطلاب المغاربة الذين يدرسون اللغة اليابانية يمكننا القيام بكثير من الأنشطة على التعاطف على بلادنا. وأعتقد أيضا أن الأهم هو أن نسهل الصور الخاطئة التي يحملها أصدقائنا. وهذا خطوة صغيرة، ولكن أعتقد أنها ستصل إلى تفاهم أكبر في المستقبل. شكرا على استماعكم.